شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثلاث كلمات. الكلمة الأولى الله تعالى. يجب أن نعلم لا علما نظريا، وإنما شعور وإدراك واقعي وعملي، أن الله تعالى حاضر وناظر، وأنه محيط بكل شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نحن إذا كان أمامنا طفل نخجل منه، إذا أكو أمامنا واحد من البشر الذين لا يضرون ولا ينفعون نخجل منه ولا نرتكب الذنب، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى ناظر، الملائكة الذين معنا ناظرون، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ناظر وحاضر، وأعمالنا ترفع إليه وهو يفرح بما نعمله من الطاعات، ويتألم لما نقوم به والعياذ بالله من الذنوب. الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول في حديث: لو ظننتم أن هذه الجدران تحجبنا كما تحجبكم، هذا الجدار يحجبنا، نحن لا نعلم بما يجري خلف هذا الجدار. أهل البيت هكذا، لو ظننتم أن هذه الجدران تحجبنا كما تحجبكم، إذن لا فرق بيننا وبينكم. أحد الرواة يقول: أنا كنت في الكوفة، والإمام الباقر كما يبدو كان في المدينة في ذلك الوقت،
وكانت هنالك امرأة أقرئها القرآن، كان يعلمها القرآن. في يوم من الأيام يقول هذا الراوي: مازحت هذه المرأة بشيء. يبدو أن المزاح كان مزاح لفظي فقط وما كان مزاحا عمليا. الإمام كما يبدو كان في المدينة. بعد مدة دخلت على الإمام الباقر صلوات الله عليه فعاتبني عتاب. العقاب في محله، عقاب الله سبحانه وتعالى في محله. هذا العقاب الذي غضب الله تعالى نرى بعض آثاره في هذه الطبيعة، ذر من غضب الله لاحظوا ماذا تفعل. العقاب في محل إذا الله تعالى فقط يعاتبنا يوم القيامة، هو هذا لا يطاق. كانت واحدة من قريباتنا الطاعنات في العمر الآن متوفات، كانت تقول: يا الله أنا ما أريد حتى تعاتبني، ما أتحمل. هل نتحمل عتاب الله سبحانه وتعالى؟ يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه: عاتبني وقال: أي شيء قلت لتلك المرأة؟ يقول الراوي: فغطيت وجهي حياء من الإمام. فقال لي الإمام: لا تعود. الإمام يرى، الله يرى. أكو هنالك قضية مطولة ما علي الآن بها، أنه رجل أحد العلماء رأى في المنام أن رجل مؤمن متدين جاء إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، كان حول القبر وإذا به يخرج سهما ويطلقه على بدن الإمام. ذهب إلى الجانب الثاني، أخرج سهم ثاني وأطلقه على بدن الإمام إلى الجوانب الأربعة. تعجبت، هذا رجل متدين مؤمن أنا أعرفه، ما معنى هذا العمل؟ بكرة شفته أو بعدين. فقلت له: شنو هذه القضية؟ قال: في الواقع أنا ذهبت لزيارة الإمام الرضا فرأيت امرأة أجنبية أعجبتني فوضعت يدي على يدها، هذا السهم ذهب إلى بدن الإمام. وفي الجانب الثاني أيضا، هذا قبل ما يفصلون الحرم اللي الآن ترونه، من الجوانب الأربع وضعت يدي على يدها، الله تعالى حاضر وناظر، الملائكة ناظرون، أهل البيت صلوات الله عليهم ناظرون. فيجب علينا في كل أعمالنا أن نلاحظ هذا الشيء. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية: ينبغي أن نعلم أن أهل البيت النبي الأعظم وأهل بيته الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين لهم ولاية تكوينية. بعض الأفراد عندما تطرح قضية الولاية التكوينية يقولون: يعني شنو ولاية تكوينية؟ ولاية تكوينية مو شيء عجيب. إحنا طبعا بمعنى آخر، كل واحد منا الآن بمعنى آخر عندنا ولاية تكوينية، لكن في إطار ضيق. أنتوا ما عندكم ولاية تكوينية على يدكم، أنتوا ما تحركون إيدكم، هاي ولاية تكوينية، هاي مو ولاية تشريعية. مقابل المشلول، المشلول الله ما أعطى هاي الولاية، ما يتمكن يحرك إيده.
أنتوا تتمكنون تفتحون أجفانكم وتغمضونها، هاي مو ولاية تكوينية الله أعطاكم، لكن هذه ولاية تكوينية في إطار ضيق. الله تعالى أعطى لأهل البيت صلوات الله عليهم ولاية تكوينية عامة يتصرفون في هذا الكون، وتقرؤون في المفاتيح إرادة الرب، إرادة الرب في أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. الآن إذا الإمام الباقر كان حي وحاضر، الإمام طبعا حي لكنه غائب، الغيبة مو منه منا. إذا الإمام المهدي كان عجل الله تعالى فرجه كان حاضر غائب، ما كان غائب يعني ما كنا غائبين عنه. إذا الإمام الرضا اللي أنتم تذهبون إلى زيارته كان حيا حاضرا، إحنا ما كنا نطلب منه حل عقدنا ومشاكلنا، ما كنا نطلب، هاي أمنيتنا أنه يوم من الأيام نشوف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه فيمسح بيده على رؤوسنا المشاكل اللي عندنا، النواقص الروحية اللي عندنا، النواقص المادية اللي عندنا ترتفع بلمسة واحدة منا. أكو هنالك فرق بين حياتهم وموتهم؟ أكو فرق؟ ماكو فرق. أحياء، إحنا كل يوم في تشهدنا نخاطب النبي مثل ما تخاطبون واحد أمامكم في التشهد وفي السلام، من خاطب النبي صلى الله عليه وآله؟ أيضا باعتبار أن الإمام الباقر صلوات الله عليه صاحب هذا اليوم، يقول الراوي، هذا الراوي كان أعمى، ما أدري من ولادته كان أعمى وبعدين عميت عينه، يقول ذهبت إلى الإمام الباقر، أنتم الآن دا تروحون إلى الإمام الرضا، والآن أنتم في ظل كريمة أهل البيت ونحن في ظلهم، أطلبوا منهم كطلب حي ناظر حاضر، هالشكل تكلموا مع الإمام، هكذا اذهبوا إلى المرقد الشريف. يقول ذهبت إلى الإمام الباقر صلوات الله عليه وقلت له النبي صلى الله عليه وآله وارث الأنبياء، قال نعم، قلت وأنتم وراث النبي صلى الله عليه وآله، قال نعم، قلت هل تتمكنون من إحياء الموتى؟ الأنبياء المتقدمين كانوا يحيون الموتى، أنتم تتمكنون من إحياء الموتى وإبراء الأكمه، الأكمه يعني الذي ولد أعمى، تتمكنون؟ قال نعم، هو هذا أعمى كان الراوي. ثم قال لي أدن يا فلان، فمسح يده على عيني وإذا بي أنظر الأشياء. رأيت الأرض ورأيت الأبنية ورأيت الأشياء، العجيب في الرواية يقول ورأيت كل شيء في المدينة، إحنا ما نشوف كل شيء في المدينة، ولكن هذه لمسة من الإمام جعلت يرى كل شيء في المدينة. ثم قال لي تحب تبقى على هذا الوضع؟ أنا بعد ما أضمنك، بعد أنت أهل الجنة أهل جهنم ما أضمنك، أنت ويا عملك، أما إذا تعود كما كنت يعني لا ما تشوف، أنا أضمن لك الجنة. أيهما؟ إحنا إذا كنا مكان هذا الراوي شنو كنا نقول؟ قال لا، هواية مشكل نقول نطلب الجنة، لكن تعلمون هاي العين اللي عندنا شلون نعمة، انتو 10 دقائق غمضوا عينكم، واحد يشعر بالوحشة.
قالت لا أريد الجنة. فعادت عيني كما كانت، الآن هو بالجنة. فإنت عندما ترحون إلى كريمة أهل البيت هنا في قوم، ترحون إلى الإمام الرضا في مشهد، أطلبوا منهم كل شيء. إذا ما طلبتوا، إذا إحنا ما طلبنا، فاللوم علينا والعتب علينا. هذه النقطة الثانية. الكلمة الثالثة باختصار: الباقيات الصالحات. كل واحد منكم ومن واحد واحد يجب أن يخلف أثرا. ممكن، يعني ممكن أنتم تبنون حسينية مثلا، أو تبنون مسجد، أو تبنون مكان يجمع هؤلاء الشباب حتى لا يكونوا طعمة للشرق والغرب والانحراف العقائدي والانحراف الأخلاقي. ممكن، نعم ممكن. إذا واحد تحرك، الله يبارك في العمل. العم حفظه الله كان يقول في إحدى البلاد: أنا ذهبت إلى حسينية عامرة، محرم، صفر، شهر رمضان، بقية الأيام عامرة. تعلمون من الذي بنى هذه الحسينية؟ حمال، لكن حمال موفق. يمكن واحد يكون عنده قدرة لكن مو موفق. حمال بناها. هذا كل يوم كان يروح إلى خارج برا يحمل أثقال. حمال إيش قد يأخذ؟ الحمال أوليات معيشته ربما لا تكون مؤمنة، ولكن بالليل عندما كان يعود بالبيت، لاحظوا العقل والفكر. الأموال ماله كان يجعلها ثلاثة أثلاث: ثلث للإمام الحسين صلوات الله عليه، وثلثان له. هاي الأثلاث جمعها جمعها جمعها، تراكمت بمرور الأعوام، فاشترى بها أرضا خارج البلد في البرية القفراء. قالوا له: شو تفيد هذه الأرض؟ قال: أنا علي ما أقدر. بعدين البلد توسع وتوسع، وتلك الأرض أصبحت جزءا من البلد، وبناها بمفرده بدون أي شريك. يوم القيامة يجيبون هذا الحمال أمامنا ويجيبونه إلنا: هذا الحمال قدر وأنت لم تقدر. أكو هنالك رواية معروفة أن النبي صلى الله عليه وآله توفي أحد المؤمنين في حياته، فكان عند بيت من تمر، بيت مملوء تمر. هذا قال أن هذا التمر أعطوه للنبي صلى الله عليه وآله ليعطيه للمحتاجين أو ما أشبه. النبي صلى الله عليه وآله عملا بالوصية أخذ هذا التمر وأعطاه لأهله، محتاجين، فقراء، ما أشبه. ثم بقيت هنالك تمرة واحدة، هذه كانت من أردأ أنواع التمر. أكو كلمة بالرواية معنى هذه الكلمة: إما تمرة من أردأ أنواع التمر، أو تمرة منقورة نقرتها الطيور، أو تمرة جافة. النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا هذا الرجل في حياته، هاي الكلمة إلنا، كان ينفق هذه التمرة، كان أجره عند الله أعظم من كل هذا التمر الذي أنفقه بعد وفاته. لا تقولون أولادنا يعملون، أنتوا اعملوا.
إذا واحد قلبه ما احترق على نفسه الآخرين قلبهم ما يحترق عليه. العم حفظه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله، كان يقول أحد التجار تاجر أحد المؤمنين في كربلاء أو النجف المشرفتين بلغه هذا الحديث، سمع بهذا الحديث، قال فليش أترك الأمر لأولادي يقومون بذلك، أنا خل أقوم. فأعلن عن مجلس فاتحة، قالوا لمن هاي الفاتحة؟ قال إلي، فاتحة إلي، ليش أقول اعملوا لي فاتحة بعد وفاتي، أنا أسوي إلي فاتحة في حياتي. ودع الناس وهو حضر في فاتحة نفسه، وأعطى المصاحف للمؤمنين وأطعمهم. اللي صار محل كلام أنه شنو هذا العمل، هذا العمل مو مقبول اجتماعيا. بعدين 40 أعلن فاتحة 40 المن لنفسه. بعدين مر العام أعلن فاتحة مرور عام على وفاته هو، وانتهت الفاتحة. وبعد أيام من مرور العام مات هذا الرجل المؤمن. أنا ما أقول إحنا خلنا نأخذ فاتحة لأنفسنا، وإنما أي شيء تحبون يعمل لكم بعد أطال الله أعماركم بعد الوفاة اعملوا الآن. واحد بعدين يتندم حيث لا ينفع الندم، وكل واحد منا أطال الله أعماركم في لحظة ينتهي مرة واحدة، بجلطة قلبية ينتهي، بجلطة في الدماغ ينتهي. فإحنا لا نفكر إحنا نعيش بعد 10 أعوام 20 عام، مو معلوم. يجب علينا أن نمهد لآخرتنا بالباقيات الصالحات، وإن شاء الله تعودون إلى أوطانكم بحاجات مقضية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين